ابو حضرم الله يطول عمرك وعمرك. عطنا اللي عندك من علم. والله علم عفاك وعفيت ما سمعت. اما الشعرات اللي اغلاها الرياجل على المينات اللي تصب ترالات شعير الليل والنهار، وياما استلموا ذيخه الباقين فاغلوا الشعير علانا، واغلوا الحلاوه علانا، واغلوا البرشيم علانا. كل من جاء عنده ترات ندخل همه في السايل ولا في الحمضه ولا في تثريث ولا في مصنع الدجاج في تثريث. قالوا من 60 ومن 70، كم ما في حكومه ولا فيه اسلام ولا فيه لادي ولا تي. كيف الشعير على 60 وعلى 100؟ اطلبوا عند ربكم سبحانه وتعالى. ايش زود ايش زود العيش؟ ايش زود الطحين؟ ايش زود الخضر؟ ايش زود الحلويات؟ كلها متكرة. في رياجل يمشون بعياب، ما عاد بتمشي بعياب، بمشوا تاع طعمرك فكشرات تاع طعمرك مليان فلوس ولحيته مشطه ويسعى يقول كذا بعيبته. والرياجل الضعفاء ما عاد عينا شمسي، ها؟ ان يمشي في العشاء دي وقاطورها يمشي. والله ما عندي ريال الا انت، ما تسمعوني رجال في ذا العش ولا ريال الا خبر الا على رياجيل معطيهم بطاقات اللي عندي. ليش؟ متجر لي كلارة. اطرقوا على الصوابين، اغلوا علينا الميلان، ساقها صوب مرقابه، استاد والمنتخبات بم بم بم. وش الانتخابات؟ وش استادات؟ وش المجاهيم ذي؟ وش مرقابه؟ وش عبد العزيز راح؟ الله يغفر له يا مال، الله يغفر له يا مال، يا مال يا مال يقوم يا مال يقوم من خذاه. ايوه ما تتجدد تعال هنا جدد مات خلصتهم. من هو اللي تقول انه تسبب في انقطاع الشعير؟ من هو؟ اقول لك يتسبب وتهم رقابه. رقابه اللي ناقت على 500 مليون وعندها ناقت كل محل بناقت على دمنه دمنه ذيك المرجال. والله عن والدينهم يا شيخ. والله اني صادق لقت هم رقابه اللي تزوت 6 تريلات يروسون به. هل ما عندنا الشهر ما طعمك حمارة ما غلى ما قبصنا دادها قامت ترغي وتعطي على دبنه دبنه تعطي على طقاطق. هاوش هاي ابو حضرم. نعم. ايش اللي منعك من الزواج يا ابو حضرم؟ ما والله يا طويل العمر الذلول ما بهذلوه. وانا ما هجت هجت مع النسوان الطيبين الاولين اللي فيهم اجر البل وفيهم الريحان وفيهم الشماط اللي اليوم ما عاد الله فيهم عبس فيهم عبس اليوم ما عاد تبشر الا بالكرامات والعبس عليها ولا طيام ولا ما استوى لي ركب السباع عقب ركب السفينه. يعني طيب دي بيتولى ركب السباح مهتوينه ما استوى لي ركب الشبح والطيار. يا لبيك يا ابو حضرم. خلي الطياره تعلم وبدي اركب السفينه.